طيب يتواصل البرنامج على منصة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة في الرابع من رمضان اليوم 9/5/2019 والآن دورة الإسعافات الأولية مع الدكتور محمد عيد ودي الجلسة الثالثة لدورة الإسعافات الأولية إن شاء الله نتابع مشكورا دكتور محمد عيد السلام عليكم يا رمضان كريم وشكرا لمنصة الباحثين السودانيين الليلة هنتكلم عن المحاضرة الثالثة في دورة الإسعافات الأولية الإسعافات الأولية المقصود بالإسعافات الأولية هي إسعاف الشخص المصاب ليرجعه في الحد الفاصل بين الموت ومن مراحل الخطر للحياة بتتكون الإسعافات الأولية القسم الأول من فحص المصاب وفحص المكان وفحص المصاب فحص المكان بنختصره بكلمات AVBU المقصود بها الشخص هو الالرت اليقظ وده هو اللي بيستجيب لنا في المراحل لقينا زول مصاب بيستجيب لنا لكل حاجه الفي هي للفيربال ستيمولس وهو اختصار للشخص اللي بينتبه بالتنبيه اللفظي وده برضو مرحلة تانية من مراحل المصاب البينفول ستيمولس هو الشخص اللي بينتبه بالتنبيه المؤلم اللي هو للشخص اللي بتلكزه أو تضغط على حلمة أضانه أو حاجة زي دي وده برضو عنده حاجات تانية عندنا النون هازارد وهي للعوامل الغير استجابية أو غير العوامل الغير ظاهرة ودي هي بنستعمل معه حاجات معينة ده مجرد ما لقينا الشخص في المرحلة دي بنقوم بنعمل له إجراءات أولية بنعمل التشيك للمرحلة بتاعة التنفس بتاعه وبنعمل مرحلة التنفس وهي فحص مجرى الهواء لقينا مجرى الهواء مقفول بنحاول نفتح الجزء بتاع اللسان الجزء بتاع اللسان شخص مرة بصدمة بتاعت حادث لقيناه في حالة بتاعت إغماء تام أول حاجة بنشوفها التنفس بتاعه التنفس بتاعه لقيناه مقفول بنشوف مجرى الهواء أيوب كده ينزل تحت مجرى الهواء بتاعه مقفول بنشوف الحالة بتاعت التنفس بتاعه هل هي طبيعية أو لا في نبض أو لا موجود نبض ما في تنفس معناه نراجع أول حاجة اللسان بتاعه وغالبا الحالات اللي بتحصل في حالات الكراشز أو الحوادث هي بتكون حالة بلع اللسان لقينا مجرى اللسان مقفول العملية اللي بنشوفها به بنخليه مرق من حالة بلع اللسان بنمسك الرأس بين الكتفين كده مسكنا الرأس بين الكتفين المنطقة بتاعت الحنك المنطقة دي بنعمل لها بوش أب لفوق هنكون نعمل لها بوش أب لفوق البوش أب لفوق ده هيستمر لمدة كم لحد ما يجينا المزعف أو عملية عربية الإزعاف بتكون مستمرة لحد ما يجينا عملية عربية الإزعاف إذا كان في مصاب كم شخص بنستعين بشخص آخر بنقعد نمسك لنا المسكة دي مجرد ما فكينا عضلة اللسان تلقين حترتخي وحتقفل لنا المجرى بتاع الهواء طوالي في الحالة الثانية لقينا إنه ما في نبض طوالي بننتقل لعملية CPR عملية CPR هي عملية الإنعاش الغلبي والرئوي عملية الإنعاش الغلبي والرئوي هي عبارة عن طريقة لإنعاش الغلب بالضغط عليه بنقوم بنمسك اليد بتاعتنا دي من فوق عليها هنا قصاد القلب قصاد القلب بنضغط 30 ضغطة قرب المايك بنضغط 30 ضغطة
الضغط بيكون في منطقة الغص بين الضلعتين، المنطقة الجامدة دي هي دي المنطقة الأساسية بتاعت وجود القلب ذاته، معناها مع البداية بتاعت الحجاز بالحاجز وفم المعدة. بنضغط 30 ضغطة بنجي بعد 30 ضغطة بنرفع بننزل الجبهة بنرفع الحنك لفوق بنقفل النخرة هنا بنفتح الخشم بنديه نفسين النفسين بعد ما نتلو تاني نجي 30 ضغطة 30 ضغطة ونفسين كذلك لحد ما يدينا العوامل الحيوية انه رجع للتنفس الطبيعي هي دي عملية السي بي ار دي بالنسبة للناس البالغين بالنسبة للأطفال الضغطة بتكون عن طريق يد واحدة بنفس الشيء 30 ضغطة نفس نفسين عن طريق قفل الأنف عن طريق الفم في الأطفال الرضع الصغار ولحد عمر 3 سنين خليك كده قاعد كده يعني في مستواي ده نتخيلوا طفل عمره من شهر أو يوم لحد 4 سنين بنمسك بيدينا الاثنين هنا بنضغط على القلب هتكون المحنة في اللون النخرة بيدنا الضغط عن طريق الإبهامين هنا ضغطتين 30 ضغطة ونفس الفم يكون كامل النوز الأنف بتاعه والخشم بتاعه كلهم موجودات هنا دي عملية السي بي آر يلا نجي لفحص المكان قبل عملية السي بي آر والحاجات دي المكان لازم يكون سيف يا أخواننا الزول اللي بيجي يحاول ينقذ له بني آدم لازم يعاين تشيك للإنفايرومنت اللي حوالينه لازم يكون مكان الحادث ده مكان ما فيه مكان إصابة بالنسبة له أو حاجة زي دي ممكن تكون المنطقة موصلة للكهرباء وممكن تكون منطقة بتاعت حادث وممكن عمود دائري قاعد فيه وحاجة زي دي أهم حاجة قبل ده كلهم في وزارة البروتكشن البروتكشن هي العبارة عن استعمال القنفذين العاديات ديل أي زول يكون شايلهم معه طوال أي زول يكون شايلهم معه طوال المصاب ده عنده مجموعة من الأمراض المعدة ودي مفروض الستاندر دي يكون تعاملنا مع أي مصاب لأنه الحاجة دي الأمراض المعدة ما بتعرف عن منه بالضبط الزول ده مصاب أو لا فده ستاندر لازم يكون ماشي به أجرينا إسعافاتنا للمصاب دي أهم نقطة لازم دي أهم حتى من عملية إنقاذك ذاته للمصاب مجرد ما في سوائل في يدك سواء دم أو بي أو أي حاجة لما نيجي نمرق الجلوفز لازم نمرق بالصورة الصحيحة الجلوفز في الجلد اليمنى نمسكه طرف كده بالصورة دي نحاول نقلب اليد لجوه كده بنمرق لنا الجلوفز الاول الجلوفز الثاني نستعمل السبابه لتحت تلامس جسمنا لتحت ما تلامس الجزء السطحي بتاع الجلوفز لانه ده حتكون برضه موجوده فيه سوائل او دم او عايزين ندخل هنا بين هذه الصوره كده بتكون اوت كده بتكون في السيف سايد دي اهم حاجات عندنا الحاجات المفروض الزول يكون كير لها شديد الزول لما يجي يحاول يعمل عملية السيفينج أول حاجة يراقب إذا حادث مروري يراقب للبيئة بتاعت المرور لأنه أغلب الحوادث جاد عن طريق زول دايرين يغزلون مصاب ما شاف حركة سير كير بتيجي عربية تاني تقوم تضرب اللي بيحاول يسيف فأهم شيء إن الزول شاف له أي مصاب في أي حالة ما يتجاهله لازم تجف لانه انت حتكون الحلقه بين الرب بينك وبين الزول ده للحياه لانه في بعض الحالات مربوطه بوجوده للحياه على 4 دقائق بس بالذات في الحاله بتاعت بلع اللسان
عن حالة وقف النبض دي بتعتمد على 4 دقائق. بعد 4 دقائق تلقائيا التنفس حيكون انتهى، الأكسجين للمخ حيكون ما بيصل، تلقائيا الخلايا بتاعة المخ بتموت والشخص بيموت. يعني الحد الأقصى للشخص ده حيكون 4 دقائق. فأي حاجة شفتها قدامك لازم تجيف له، لازم تعمل له تشيك حتى لو ما بتعرفه، وحتى لو شميت فيه ريحة إنه متعاطي كحول أو حاجة زي دي. في ناس عادي بيقولوا يا أخي ده يكون في غيبوبة بتاعت كحول أو لا، برضو لازم تجيف للزول ده وتشوف الحاصل عليه، ولازم تحترم الدجنيتي بتاعته اللي هي الكرامة بتاعت المريض. في مناطق ما بتحتاج إنك تكشفها، في مناطق إنك ما تتعرض لها، في مناطق ما تحاول تقرب لها تماما ما لم تكون مصابة. في حالات البلودين والحاجة النزيف وفي الأوردة وفي الشرايين دي، ده حنتكلم عنه بكرة إن شاء الله، ودي من يوم الليل إن شاء الله تاني كان قطعنا 4 أيام الدورة دي وقفت لظروف بتاعت العمل هنا في العيادة والحالات بدت كثيرة، لكن إن شاء الله من يوم الليلة تاني لحد الاعتصام ده ما يتفضى. وحتى لو لقينا طريقة بعد الاعتصام ده ما يتفضى، منصتنا دي قاعدة إن شاء الله حنكون مواصلين في الفيرست ايد إن شاء الله تعليم لكل الناس. شكرا لمنصة البحثين العلميين، ونحن عيادة العباسية تأخركم شديد يا أخوان. شكرا. نشكر المتطوع أيوب برضو يا أخوان على التطوع بتاعه، يعني شكرا لك يا دكتور محمد. ويتواصل برنامجنا بتاع الباحثين السودانيين، بعد شوية هنبدأ الجلسة بتاعتنا بتاعت العصف الذهني وحلول المشاكل بطريقة بحثية. شكرا جزيلا.